المرة اللي فاتت انت قلت لي بتعمل فيديوهات من غيري بالكاميرا بتاعتك. النهارده انا جاي لك بفكره بمليون جنيه. سمعني. عايزين نعمل سلسله فيديوهات للناس عشان تعرف ترد على المواقف اليوميه اللي بتتحط فيها. فكره جميله جدا وفي دماغي بقى لها فتره، لان في ناس فعلا حتى ما بتبقاش عارفه ترد على ثانك يو يور ويلكم. بس احنا ايه المواقف اللي احنا هنختارها؟ عايزين نبدا بحاجه بسيطه جدا زي الترحيب والتهنئه. بس بتهيألي احنا بنقول congrats او congratulations، بس في حاجات تانية محددة اكتر متفصلة على مواقف معينة تناسب اكتر من congratulations. جميل جدا. طب احنا هنسمي السلسلة دي ايه؟ هنسميها what to say when. What to say when. Let's get started. What to say when. خليني بس اقولك الاول ان الموقف العام النهاردة هو التهاني بشكل عام. ف مصطلح congratulations او congrats الاختصار بتاعه يمشي مع اي حاجة من الحاجات دي. بس هدفنا في الفيديو بتاع النهاردة ايه؟ ان احنا نوفر لكم alternatives او بدائل. اول موقف معانا وهو لما يبقى فيه بيبي جديد جه في العيلة، ممكن نقول ايه بديل congratulations و congrats؟ I'm sure you're gonna be a great father، ده للأب، or I'm sure you're gonna be a great mom. Yeah. يعني ممكن اقول له انا متاكد انك هتكون اب عظيم، او متاكد انك هتكوني ام عظيمه. الموقف الثاني معانا هو لما صاحبك يلاقي وظيفه جديده، بدل ما اقول له congratulations ممكن اقول له حاجه تانية ادق، او حتى ياخد ترقيه ممكن نقول له مثلا best of luck او good for you. سواء بقى يعني وظيفه جديده، عربيه جديده، زوجه جديده، بص اي حاجه جديده يعني. لو عاوز بقى ايه واحد تهني واحد مثلا لسه شاري حاجه جديده، لابس لبس شكله حلو، لسه حالق، عاوز تعاكس شغال يعني، تقول ايه؟ ممكن اقول له it suits you well. It suits you well يعني لايق عليك، او يلبق لك باللبناني باين، بيقول لك يلبق لك. الجزء الثاني معانا النهارده هو الجزء الخاص بالترحيب. هنتكلم على شويه مواقف محدده تخش تحت بند الترحيب. يعني مثلا مستر احمد لو عايز اقول لحد ما شفتوش بقالي مده ولسه مقابله حاجه، هنقول long time no see، او what have you been up to. long time no see يعني بقالي كتير ما شفتكش. what have you been up to يعني كنت بتعمل ايه الفتره اللي فاتت دي كلها. طب لما يبقى حد لسه راجع من السفر نقول له ايه؟ ممكن نقول له welcome back home، how was your trip. Welcome back home يعني اهلا بيك تاني في الوطن. How was your trip؟ رحلتك كانت عامله ازاي؟ طب لو هو هناك وراجع وانا زميله في الغربه اقول له ايه؟ هزنقك بقى. Sweet home. مظبوط. Home sweet home. Home sweet home مع احلى الوطن. اخر حاجه معانا النهارده هو لو عايز ارحب بحد في بيتي ممكن اقول له ايه؟ Make yourself at home. Make yourself at home او بيتي بيتك. بس في حاجة عاوزين نضيفها النهاردة في التهاني والترحيب ولا ده كويس؟ ده كويس النهاردة. دي بس البداية. السلسلة دي ان شاء الله لو عجبتكم ادعمونا لايك وشير بقى وروقوا علينا عشان خاطر نقول لكم على مواقف كتير تقدروا تردوا فيها، لان دي مشكلة كبيرة عندنا جدا. Okay. Thank you. See you guys.